ايه طريقه رفع الحروف؟ بتشطبني شويه في الساعه الشمال هي اللي بتشطبك؟ يعني خوف من ايه بتشطبك؟ هي جوز مكونين هي مهندسه تشطيب وديكور هي مهندسه هي ليها في الحاجات دي؟ مش عارف بس هي شغلها الحرف الالماني الشركه دي بص يا عم هشطب لك ثواني فانت هشطب لك ايه الشغلانه في علاقه خاصه بينك وبينها؟ اللي بيديها فلوس 600000 جنيه مظبوط في الحياه يعني طبيعه العلاقه بينكم تقدر تصنف اي مصر يعني علاقه عمل علاقه صداقه علاقه عمل بحت يعني راحت معاك السخنه كم مره؟ هي مره هي وجوزها ان انا رحت استلمت فيه والشركات وسلمتهم المفاتيح ولغايه دلوقتي المفاتيح عندهم والفلوس عندهم ولا ادوني فلوس ولا استلمت ولا شفت الشركه وده ثابت حضرتك في بورت السخن حضرتك في نظام اللي بيخش بكتب وبطاقته والاي دي لابوه